les l'avant que c'est maintenant. Donc l'avant évalue la rentabilité absolue euh, du projet. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire absolue euh, du projet? la rentabilité absolue, projet. la rentabilité relative du projet. On projet. DR, le délai de récupération, la durée de récupération des dépenses. Donc ça intéresse surtout au risque du projet donc le tiers euh, mesure la rentabilité globale du projet. Donc l'usage les critères à la fois peut parfois euh, révéler une discordance, notamment entre le, la vanne ou le tiers euh, dans la comparaison des projets et donc ne peut pas ne pas donner le même classement de, euh, à, ce, à ces projets, surtout lorsqu'il s'agit de projets dont la morphologie دي إف أن تي سون ديفيغون هاد# ال# هاد الكلام كامل حنا دابا اليوما غادي نشوفو واحد ديفيرجونس اللي كتكون بين لافال# لافال أو لوتيغ واحد ديفيرجونس بارفوا ما كيجيو لناش نفس الـ نفس لي بروجي مثلا عندنا دو بروجي حسبنا لا فان جانا البروجي الاول هو اللي غونطاب حسبنا في لو جانا البروجي الثاني هو اللي غونطاب دونك كاين واحد ديفيرجونس اونت هاد هاد, هاد لي بروجي فهاد لي كا هذا كيدخلنا لنا لا فان جلوبال ولوتيغ جلوبال غادي نشوفوهم ابري ما نشوفو هاد هاد ليكزامبل لي هو تري تري امبورطون باش نحددو باش نانستاليو الفكره ديال الكالكول ديال لو تيغ اي اوسي باش نعرفوا واحد ليكزومبل اللي كيكون عندنا فيه ديك الديفيرجونس ديال هاد لافان و لو تيغ يعني واحد الاختلاف يعني واحد التناقض ليكزومبل عندنا اون انتربريز ايزيت ايزيت اونتر لا رياليزاسيون دو دو بروجي A et dont les caractéristiques sont suivants. On a la date de l'entreprise, on en a uh, deux projets A et B Donc la dépense liée à l'investissement il y a, uh, 000 dirhams pour chaque projet. Et nous disons la date des projets, 000 dirhams pour le projet A ou le projet B Donc on a le FNT Louel pour le projet A, on a le dirhams, 19 dirhams et dirhams. Donc la durée ou le délai, on dit 3 ans parce que tu as 3DLFNT. Deuxième projet, les webs, on a 1000 mètres de la vie, 1000 mètres de la vie, 1000 mètres de la vie. Donc, le taux d'actualisation est de 3 ans. Donc, on utilise les critères de la vanne, où le tir indique quel est le projet. Euh, qu'il faut retenir. Donc, on va ou le tir plus rentable. Expliquer les résultats obtenus. Donc, résultat l'explication du résultat les le tir. Donc, on va commencer. Donc, on, commencer. Euh, donc, on a deux, deux, deux projets. On le projet A. البروجي الاول دونك حنا اه, كنحسبوا لافام بطريقه عاديه عندنا الاف ان تي كنديروا الاف ان تي اكطواليزي بهذا لو طوداكطواليزاسيون اللي هو 10 10% دونك اون سويت كنحسبو بطريقة عادية اللي شفناها في الفيديوهات السابقة عشرين ألف مضروبة في واحد واحد أس ناقص واحد وهذه مية ألف درهم بوغ الدوزيام أني مية درهم مضروبة في واحد واحد أس ناقص جوج

فان بوزيتيف دونك رونطاب بروجي رونطاب كين غادي نحدو حنايا غادي نقارنو مع البروجي اه بي واش نشوفو واش رونطاب ولا لا دونك غادي نحدو دابا لو تيغ اللي هو تخي زامبوغتون اللي هاد الفيديو تقريبا غير على هاد لو تيغ باش نحدو لو تيغ خصنا نحدو واحد لو طو اللي غا واحد لو طو داكتيزاسيون غادي يزولنا لافان يعني اللي غاتكون لافان كتساوي فيها زيرو حنا قلنا في الفيديو اللي فات كيفاش كنحدو واحد لو طو

عندنا هنايا هنايا من بعد ما درنا ديك الكالكول درنا هو ناقص درهم زائد 20 الف درهم مضروبه في واحد زائد اكس أو ناقص واحد اكس بوغ لي غيخرج لنا نيجاتيف 17% دونك حنايا كنحدو 17% كنحسبو الاف ان تي اكشواليزي ومن بعد كنحطو لافان لافان في ططونسيو لافان كتخرج لنا في الكالكوليتر دونك خاصها تخرج لكم قاده دونك فوالا حنا من بعد ما حددناها حددنا طوداكتيو جيسيون بارتيغ للكالكوليتر عندنا هاد لافان ها هي خرجت بوزيتيف نيجاتيف عفوا خرجت نيجاتيف شنو كنقولو بلي عندنا منين كان طو 10% كانت بوزيتيف

بورسون لي هي خمسة وربعين آه خمسة وربعين ألف وسبعمية وربعة وخمسين دونك فوالا سبعتاش في المية ناقص عشرة في المية المقابل ديالها كتعطينا لافان فان لوغسكي لي نيجاتيف موان لافان فان لوغسكي لي بوزيتيف وهنايا إكس في المقابل ديالها لافان فان لوغسكي لي بوزيتيف ناقص فيت اتونسيون ما نساوش غير هذا الناقص دائما كيكون كي عندنا الناقص دونك باش كنجيو نحسبو كنضربو هذه آه آه هاد البارتي مضروبه في هاد البارتي كتعطينا الجانب الاول وكتساوي هاد ال آه اكس مضروبه في هاد البارتي الثانيه دونك اكس مضروبه فديك البارتي الثانيه مضروبه دونك حنا باش حنا باش غادي نخليوه غير غير اكس حنا بغينا نعرفو غير اكس دونك هذه كترجع لنا ناقص من لهنايا لهذا كتخرج لنا هذه القاعده هنا عندنا 0.06 آه 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 هي هي 7% 17% ناقص 10% هي 7% مضروبه في صفر ناقص هذا لافان لوغس كي لي بوزيتيف اون سي ان آه مقسومه على ناقص 3600 ديال لافان آه لوغ لورسكيلي نيجاتيف ناقص لافان لورسكيلي بوزيتيف كيخرج لنا هاد العدد هذا دونك هاد العدد هو ستة في سبعة دونك هذا هو العدد اللي كنقلبو عَلَىْ داك إكس هذا هو العدد اللي غادي على عشرة في باش يعطينا لو دونك voilà. فوالا كيساوي زائد ستة سبعة ديزولي donc voilà le tir égale stage facile فيلميا. جيسبر تكونوا عاقلين على لا ميثود اللي درناها في الفيديو اللي فات ودابا ترسخات لكم اكثر ورجعوا للبروجي سويفون بروجي بي فوالا كنديروا لو تيغ ايغال 16.48 ولا 47 دونك كون فو فولي كنديروا دائما هاد هذا التقريب يعني آه تقريبا ماشي كتساويها ديريكتومون ولكن كنديروا تقريبا كتساوي لنا 0.48 اون سويت البروجي بي البروجي بي

Fois un taux d'actualisation de 18%. 18%. Quand je veux le FNT actualisé à partir le taux de 18%, donc s'il vous plaît, mon gars, qu'on me rende la tarique de le servir FNT actualisé, parce que là, le taux de reform est énorme, 100000. Droit à fois un facile واحد والميم شوز بوغ العام الثاني والعام الثالث يعني كيتبدل غير الاس دونك حنا حسبنا هاد الاف ان تي خرجت لنا هي هادي كنحسبوا لافان ديال طو داكتيزاسيون ديال 18% كتخرج لنا هي ناقص خمسة دونك خرجتنا سالبه دونك كنقولوا هذا لوتي غادي يكون بين هذا لوطو ديال 18% وبين لوطو ديال 10% دونك حنا كنديروا الميثود ديال لانتربولاسيون لينيير باش نلقاو لو تيغ دونك قبل ما نوريكم الطريقه حاولوا وقفوا الفيديو خدموها بيداكم وعاد شوفوا الكوريكسيون ان شاء الله تخرجوا هذه المره صحيحه دونك فوالا voilà دوزيام ميثود دوزيام بروجي بوغ لو بروجي بي

donc voilà, il la valeur liée à dix dollars. La loterie de 10%. Voilà le tiers. Voilà le de tiers du deuxième projet. Le tiers de deuxième projet, 10%. Ça est 7,88%. Donc voilà le tiers qui est un partage facileur. J'espère que vous avez compris à la mi-temps. Oui, la région دونك فوالا voilà, قلنا لو تيغ ديال البروجي بي كيساوي لنا 17.88 دونك قلنا كيساوي هاد تساوي يعني تقريبا تقريبا كيساوي سولون الكريتير ديال لافان خرجت لنا لافان ديال البروجي اذا عقلتو il a l'avant qui projet A selon le critère tir il a le tir qui est le tir projet A le projet B pour le tir, le projet B ou pour l'avant, le projet A est rentable donc on constate, question deuxième question, on constate alors une divergence entre, euh, les deux critères le YALAVAN ou le tir et yani, un yam kim anan an, heddo in a le plus rentable donc ici que les critères globaux yan il tir global ou l'avant global bach kanarfo in a projet le plus rentable donc, yani, uh, donc n'a rien le même projet elle a le même exemple bach na arfo in a le plus rentable donc suivez moi L'AVAN global l'avant global

taux de capitalisation actualiser la valeur euh, au taux d'actualisation retenu donc dès que la somme de l'FNT les l'actualisation à partir le taux d'actualisation donc l'exemple 100% il y, de y de formule formule global, la formule de la somme y a flow, la somme de cash la formule quoi Capitaliser. J'espère qu'on quand vous dites capitaliser, mais m'actualisez. Si un n'a pas, me le flotodial l'actualisation au snac n voilà je vous fais l'exemple il y a le même exemple que les chiffres n'arrivent donc calculer la VAN globale pour le projet A et B voilà là on pour le projet A donc le projet A on a le FNT le même FNT mais je vais mettre le le regarder on va la VAN globale il y a une autre de l'exemple regarder on FNT capitalisé au taux de 10%

هذا لو طو كابيتاليزي كيعطيوها نفسك ناقص واحد دونك 3 ديال 3 باسكو عندنا الديلي ديال البروجي 3 زون uh, 3 زون ناقص واحد 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 ديال العام العام الاول العام الثاني غادي ناخذ 160 الف درهم ضربه في 1 زائد 10 اس 3 ناقص جوج باسكو العام الثاني كتخرج لنا اس 1 هنا العام الثالث كناخذ 260 الف درهم مضروبه في 1 زائد 10 اس 3 ناقص ثلاثة باسكو العام الثالث دونك كتخرج لنا هي نفسها كنجيو كنحسبو لا توتاليتي ولا لا سوم ديال هاد الكاش فلو كابيتاليزي ولا الاف ان تي كابيتاليزي دونك لافان جلوبال كتساوي لنا ناقص ديبونس وهذا هو لا سوم ديال الاف ان تي كابيتاليزي غير حدو هنا هذا لا سوم ديال الاف ان تي كابيتاليزي وكنديرو له لاكتيزاسيون ديك لو طول اللي عندنا اللي هو 10% دونك اس ناقص 3 قلنا ثلاثة هي لا ديال البروجي دونك لافان غلوبال خمسة وربعين خمسة وربعين ألف و فاصلة لافان البروجي أ دونك البروجي بي لا ميم شوز لا ميم كتبدلنا غير الإف إن تي هنايا ألف في واحد فاصلة واحد اللي هي عشرة واحد فاصلة واحد أس جوج كتساوي لنا هاد لافالوغ العام الثاني ميت ألف مضروبة في واحد فاصلة واحد كتساوي <applause> لنا هاد لا بوركوا واحد فاصلة واحد قلنا تلاتة ناقص هي واحد وأي عدد أس واحد هو نفسه خرج لنا مية عشرة مية وعشرة ألف هاتي أربعين ألف أربعين ألف قلنا الأس كيكون عندنا ناقص تلاتة هي زيرو أي عدد أس زيرو هي واحد دونك هذا غادي يكون واحد و ألف مضروبة في واحد هي أربعين ألف دونك حسبنا الإف إن تي كابيتاليزي غادي نشوفو لا ديالهم غادي هي ألف و 400 مضروبه فلوطو لو طو غادي نديرو لا لاكتيزاسيون 1.1 اوس ناقص 3 ناقص 3 هي لا ديوغي دونك فوالا كتساوي لنا 30879.04 حط لو مارك ان لا فان جلوبال بور بروجي ا او لا فان جلوبال بور بروجي دونك ان لا فان لي كبيره غتقول لي لا فان ديال بروجي دونك برافو هذيك هي لا فان الكبيره وهذيك هي لا فان لي بلو رونطاب يعني البروجي ا هو لو بلو رونطاب Regardez, le tir global. Maintenant, il le tir global. Regardez, il directement comment ça se passe, la détermination du le tir global. Il y a différence entre le tir global ou le tir, les qu'un chauffeur a dit. Donc, calculer la valeur acquise par FNT capitalisée au taux c'est à la fin de la durée de vie du projet donc la, la même chose qu'on calcule à la base de l'FNT capitalisé déterminer le taux euh, r tel que l'avance globale كتساوي 0 حتى هو kanhadd wahed le taux r global qu'on s'y r global ou le tir global comme vous voulez donc lorsqu'il la est l'avance globale كتساوي donc had le tir très simple ماشي بحال الاخر كنحسبوها بارتيغ لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير كنحسبوه بحال هذيك الكا ديال الكونستون بحال فلوتيغ لو اللي كتكون عندنا الاف ان تي كونستون دونك فوالا مرحبا بكم هنايا يعني نشوفوا هاد لي ريبونس ان لا فان غادي نفترضوا سوبوزون كو لا فان كتساوي زيرو دونك العلاقه ديال لا فان اللي درنا في البروجي ا كتساوي زيرو دونك كنرجعوا هذا للطرف الاخر كتجينا 300000 درهم وهنا عندنا الضرب دونك غتجينا 300000 درهم مقسوم على وستين الف درهم دونك لوكس كي لي 1 زائد ار اس ناقص 3 كتساوي لنا الف درهم على وستين الف درهم وقاف السي عمر وقاف شتك غير ماشي غير زايد غير زايد ما شرحتي ما كيفاش ما شرحت معاه ولا تقول لي انت في الكا كونستون قلت لنا كتكون الاف ان تي كونستون دونك وحنايا هنايا عندنا الاف ان تي ماشي كونستون عندنا 240000 100000 دونك فوالا انت راك على بال وبرافو ولا ما كنتيش على بال برافو فانت فهمتيها دونك هاد 460000 حنا عندنا لو تيغ جلوبال دابا ما كنحسبوش بحال لو تيغ اخر دونك لو تيغ جلوبال كنشدو الاف ان تي كابيتاليزي ديك لا سوم ديال الاف ان تي كابيتاليزي donc quand le bof a le taux r il a le d'actualisation lorsqu'il est à 20, à zéro, donc voilà had la somme c'est la somme de FNT capitalisé, cest je dis le cash flow. صافي متفاهمين اوكي نكملوا الشرح ديالنا وصلنا لهنايا دونك خرجت لنا هذا العدد دونك سيفو بلي عقلوا لي غير على هذا الرقم غادي نمشيو نشوفوه في لا طابل فينونسيير قلنا 0.65 21 دونك فوالا غادي نشوفوا لا طابل فينونسيير لا طابل فينونسيير نيميرو 2 دو. دونك فوالا غادي نجيو غادي نقلبوا على 0.65 عندنا

دونك لي قريبه لي لا كون درنا مثلا 14.75 راه صحيحه اذا درنا 15 راه صحيحه باسكو حنا في الجواب كنديروا تقريبا كتساوي ما كنديروش ت... ما كنديروش تساوي هانيشان دونك كنديروا تقريبا تساوي دونك لو طو هو 15% بوغ لو بروجي بي

كابيتاليزي دونك هنايا لا سامب كاش فلو كابيتاليزيم ضربها في هذا في هذا لي طو داكتييزاسيون لوغس كي لي لافان اي جال ا زيرو دونك voila derniere هاد الفورمول غادي نرجعو كيف ما قلنا قبيله 300000 درهم لهاد الجهة وهنا عندنا الضرب غادي يترجع لنا قسمة دونك 300000 درهم مقسومة على uh, 440000 درهم هكذا uh, يعطينا 0.68

à partir le tir global ou l'avant global. Alors on constate que le tir globa, global le global du projet A est supérieur à le tiers global du projet B. Donc le projet le plus rentable ou le projet A. On remarque qu'il y a les, les deux critères les deux critères 20 global le tir global donnent alors des résultats convergents. ce résultat a divergent global ou le global

وحنايا بغينا نرجعوها بوزيتيف باش نلقاو لوتي غادي نزيد معكم واحد ليكزيرسيس تري امبورطون في الفيديو اللي ماجي دونك ما تبخلوش علينا بلايك ولا ديسلايك ابوني وكومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف الله يسهل عليكم